صباح الخير من جديد. دائما بنحكي عن التعليم الدامج هو حق من حقوق الأشخاص أو الأطفال من اللي بيواجهوا تحديات أو صعوبات في التعلم. سابقا تقريبا قبل أسبوع استضفنا مجموعة من القائمين على مؤتمر ومنتدى خاص حول التعليم الدامج. بنحب نتابع الموضوع ونعرف شو أهم التوصيات، قديش كان في تفاعل أيضا من أصحاب الاختصاص في موضوع منتدى التعليم الدامج. بنرحب بداية بكارول جدعون. صباح الخير كارول، مديرة مدرسة الألاين، وأيضاً أمل قعوار مديرة الروضة. أهلا وسهلا فيكم نورينا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. مؤتمر مهم وعمل رائع، وأظن هذه خطوة يجب أنه الكل يأخذها بما يخص دمج الأطفال ذوي التحديات وصعوبات التعلم مع الأطفال الآخرين. خلينا بداية أستاذة أمل نحكي كيف بتقيموا نتائج المنتدى؟ بشكر رؤية على الاستضافة اللطيفة دائماً والبرامج السباقة الموجودة. بشكركم لأنه زي ما بلغناكم باللقاء قبل المؤتمر، هدف المؤتمر كان التوعية. وبقدر أعتبر وأقيم نتائج المؤتمر أنه تحقق الهدف على كل أبعاد التوعية. التوعية لما نعرف شو يعني احتياجات خاصة، شو يعني بيئة دامجة، شو التحديات اللي بتواجهنا، شو الامتيازات اللي بتكون موجودة، بتزيل كل الجسور، بتزيل كل الخوف، وبصير التحدي امتياز. فكان نتائج المؤتمر مليانة بأجواء الفرح الإيجابية التفاؤل، الكل بده يبدأ بالتغيير، الكل متفائل إنه كل طفل من حقه إنه يتعلم. أكيد. بالنسبة إلنا كأكاديمية الألاينس أكاديمي اللي كنا إحنا مبادرين لنعمل المؤتمر الدامج الأول، بالنسبة إلنا بشوفه كارول كان يوم تاريخي وطني نحتفل فيه من أول دقيقة بيوم الافتتاح. بدي إياكم تتخيلوا سمو الأمير، تشرفنا بحضوره سمو الأمير مرعد، وزير التربية والتعليم، من الأعيان، من كبار البلد، المجلس الأعلى، مدراء المدارس خاصة، مدراء مدارس حكومية، المعلمين ذو الاختصاص، كلنا مجتمعين بنفس الغرفة، وقفنا على السلام الملكي متحدين بهدف واحد إنه بدنا تعليم أفضل لأولادنا. طبعاً. ومن هون انطلقت التجارب العملية في المنتدى. فما كان عبارة عن محاضرات والناس قاعدين، لا، كان تفاعلي، كان تفاعلي، كانت المجموعات قاعدة على طاولات عم تتحاور، عم بيكون في فترات تأمل. دكتور دينيس جاء من الولايات المتحدة، شاركنا مش بس أعطانا معلومات وثيوري، لا، ساعد كل المشتركين، كل واحد حسب دوره يفهم شو عم بيصير بدماغ الطفل هذا اللي عنده صعوبة تعلمية. وبالعكس حكالنا يمكن اللي عنده تحدي حركي ولا صعوبة بالتواصل الاجتماعي، نعم، من أسهل الحالات، نعم، لكن اللي عنده تحدي إدراكي ولا تحدي بالذاكرة ولا بالتعامل بالأشياء، هون عم بيصير في إشي بدماغه عم بحرمه من النجاح، صح، عم بحرمه من التقدم. وبالتالي هون إحنا ما عم نعطي هذا الطفل فرصة لحياته ولمستقبله. كان معانا أخصائية للعلاج الوظيفي، فتحت عيوننا كلياتنا على أهمية الحركة، الحس، التجربة، الحياة، الفرح، اللعب لأطفالنا. مش ضروري ورقة أو ألم حتى الولد يعني يتقلق. النتيجة خلينا نقول أستاذة أمل كانت وعي أكبر، فهم بصورة أكبر لعن جد التحديات اللي ممكن نواجهها لحتى نقدر إنه ندمج هؤلاء الأطفال. حلو إنه بنينا علاقات مع الناس الموجودة. في طاقات كثير حلوة في بلدنا. هذا اللي نحكي عنه، مين اللي شارك، مين اللي ساعد. بس أنا بتوقع نقطة البداية الصحيحة كانت إنه إحنا عم نتوجه لهالأطفال بإنه حق. يعني إحنا ما عم نمنن عليهم إنه نعطيهم تعليم، هو حقهم إنهم يحصلوا على تعليم جيد. سؤالي إليك، قديش بتحسي إنه بالفعل خرجنا من هالمنتدى كارول بي توصيات رح نشوفها على أرض الواقع؟ الصراحة أنا كنت مش متوقعة كم الطاقة الإيجابية والنجاح والمشاركة زي ما حكت أمل. يعني كان إشي يعني سمو الأمير غمرنا بتواجده معنا، إيمانه بالقضية معدي، فصار الكل العدو العدو فيها فايدة وفيها. أنا بوجه له تحية، بقول له ثانك يو كتير، وجودك ودعمك لإلنا مش عادي. معالي وزير التربية والتعليم دكتور عزمي محافظة حكى كلمة شجعنا، قالنا أنا معاكم، الوزارة معاكم. فلما تشعري بأنه كلنا موجودين، كان معنا أكاديمية الملكة رانيا هيف بنيان
كان معنا دكتور نبيل قسطى من بيروت من مركز سكيلد، وهم اوريدي بديين بهذا الموضوع وعم نتشارك خبراتنا مع لبنان. كان معنا معالي العين هيفا النجار، كان معنا يعني انا عم بحاول اتذكر الاسماء، بس تواجد هدول الاشخاص، دكتور سامي محاسيس مدير التربيه الخاصه، نعم، اعطانا امل انه احنا مش لحالنا، كل البلد، كلنا تربويين، اهل، أصحاب موجودين، اختصاص موجودين لهدف واحد، كمان متخذين قرار. هذا الشيء كثير بيهمنا. هلا حقوق الطفل اللي عنده اي تحدي، انا فخوره انه موجود اصلا بقوانيننا بدستورنا، بس احنا بدنا نفعله بطريقه صح. نعم. لانه الاعداد يعني بلغنا سمو الامير انه في حوالي 450 الف طالب عندهم تحدي خاص. اوف، هذا رقم كبير. رقم انتم متخيلين 450 الف. فهدول احنا اوكي، احنا الالاينس بدنا نخدم، بس لحالنا ما رح نقدر. صح. فدائما حتى بالمؤتمر دائما بعملهم هاي الحركه انه احنا ايد بايد، ايد لحالها ما بتزقف، كلنا بدنا نمسك الوزاره والمجلس الاعلى واكاديميه ملك رانيا والمدارس الخاصه والمدارس الحكوميه، نقدم هالخدمه لاولادنا اللي هم رح يصيروا القاده، هم مسكين البلد من هون لاكمل سنه لعشر سنين. احنا عم نستثمر في بلدنا، عم نستثمر بطاقاتنا، وبدل ما يصيروا هدول الطلاب عالي على المجتمع، لما احنا بنخدمهم هلا رح يصيروا هم معطائين، رح يصيروا هم اقل ما فيها انه قادرين يشتغلوا ويعيشوا بطريقه، يكونوا جزء من مجتمعهم، يكونوا فاعلين بمجتمعهم. اكيد. تمام. طيب، عدد المدارس والهيئات استاذه امل، من وقت الافتتاح لحد المشاركين خلال اليومين كانوا 36 هيئه مختلفه، وطنيه ومحليه، عربيه من خارج الاردن، وايضا عالميه. الحلو انه كان في مجال للكل انه يشارك خبراته. اكثر شيء بحب اكون فخوره فيه انه امهات من بلدنا، من مدرستنا، شاركوا قصص نجاح محليه. يمكن هذا اهم جانب، لانه الامهات بيكونوا دائما مهمومين. صح. انه ما في جهه ترعاهم، ما في جهه تتفهم احتياجاتهم أبنائهم. نعم. فكان في تواصل. سوري أمل، هم تجربتهم يعني هلأ العلم والإشي اللي تقدم رهيب. نعم. بس أكثر إشي مؤثر لما كنت أشوف الناس عم تنزل دموعها لما تيجي الأم وتقول أنا مجرد إنه ابني اندمج في مدرسة تغيرت كل حياتنا. طبعاً طبعاً. فحجم التأثير كتير أكبر من ما إحنا منفكر. وحجم الاحتياج كتير كبير. فبس مظبوط، مشاركة الأمهات أظن كانت هيك. فكان المؤتمر عم بصب المنظور من طرق مختلفة. كان معانا مراكز مختصة اللي فيها أخصائيين علاج النطق، العلاج الوظيفي. تشرفنا بحضور مركز سكيلد من بيروت بإدارة الدكتور نبيل قسطى، مشكورين، أنتجوا كتاب استراتيجيات في الدمج التربوي لمجتمع أفضل. وإحنا تشرفنا الألاينس أكاديمي أنه نقدم هاي الثروة وهاي المهارات العملية بين إيدين كل المشتركين، والكتاب صار متاح لأي حدا يقتنيه. 9 خبراء مختلفين حطوا كل خبراتهم العملية في كتاب ليكون متاح بين إيدين معلمينا. لازم يصير في شراكة بين المختصين والمعلمين ليصير المعلم خبير يقدر يتعامل مع كل احتياجات الأطفال جوا البيئة الصفية. تمام. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الف عافيه. والحديث مطول واكيد رح يكون في لنا لقاءات قادمه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. لاحظي قديش عندهم شغف هم وقديش شاعرين بالقضيه، فان شاء الله يا رب نشوفك خطوات عمليه بنفس ال ثانك يو، يعطيكم الف عافيه. مشكورين.